على طول. الأستاذة خالد سعيد ريمي من مديرية حيس. طبعا احنا نازحين منذ 9 أشهر موجودين نتيجة الحرب التي شنتها طبعا الميليشيات الحوثية على اليمن كافة، على اليمن بأتباعها طبعا، تمام. ويعني هذه الحرب أصبحت مشكلة عظيمة بالنسبة لنا طبعا، للأفراد والنساء والأولاد والحيوان وكل الأرض اليمنية، حتى أن الأرض أصبحت مزروعة بالألغام، الأرض أصبحت مزروعة، الطرق التي كنا نعني نمشي فيها ما تكسر في من مثلا من حيس إلى نخلة مثلا، تمام، أو من حيس إلى أيوة إلى القراحي أو إلى الأكبر. طبعا عندك الأخ الذي طبعا جاري من أكبر من بعدها 3 كيلو، هذه الأرض أصبحت مزروعة بالألغام، فأي موتور مثلا يقزع يشتل على طول، حيوان يعني بقرة الله يعزك يعني كلب أو حمار أو أي دابة أو إنسان أو طفل، تمام، هذه الألغام طبعا ما ترحم، ما هم مش عارفين فيقزع على طول يشتل اللغم، أصبحت الأراضي الزراعية مزروعة بمن؟ بالألغام. حتى الأرض الأرض كلها الذي نعيش منها ألغموها، هبولة يعني حجور كذا وحب وزرعوها وهبول غم بينها، علشان واحد يروح يقطع ينفجر بها. البهيمة تروح تطرحها ينفجر بها. حتى الغنم. ايوه هبو حركات يعني المواشي. يحيدوا مخيروا بينه خضرة بينه حاجات يعني يروح يهرشوا ينفجر بالغم. ولا غنم ولا ناقة ولا الإبل هذه. وكم مطور الذي؟ ومطورة كم يا ناس راح يقزقوا على ما ينفجرون على ما ياكلون الكلاب، ما حد يصل عليهم يزعفون. طبعا هذا الوضع الحقيقي للنزوح. يعني كنا عايشين الحمد لله في بيوت مبلطه وغرف حلوه ولكن الوضع السيء الذي جاء يعني كان غير ملائم. فالحوثه طبعا كانوا يضربوا علينا هاونات ما نستطيع حتى إلا أن ننام. فالوضع كان سيء جدا وكنت خايف طبعا على الأولاد حتى النوم والله كنا أيوة. من كثرة الرصاص والهاونات يعني ولا القناصة يعني عيشة غير لائقة جدا، ولكن الحمد لله على كل حال.